وللتعقيب على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي. مرحبا بك سيد قحطان. أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبالقناة وبالمشاهدين الكرام. في أي إطار ترى استقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان؟ بالتأكيد لا يختلف اثنين على أن الفساد الذي ضرب أطنابه في الدولة العراقية وتحول الفساد من مجرد فساد إلى مؤسسات وإلى أذرع تطول للكبير والصغير جعلت الوزير أن يقدم استقالته كما يدعي. ولكن نحن نقرأ الفساد ليس فقط فيما ادعاه فقط، ونقرأه أوسع من ذلك بدءا بالعملية السياسية وبتعيينه هو بالذات، لأنه جزء من المحاصصة هو هذا الفساد الذي يضرب أطناب الحقيقي للبلد. إذن هو تأكيد الفساد، تأكيد لتفشي حالة اللاقانون وانعدام الدولة، وبالتالي الوزير لا يقوى أن يصحح، والمشكلة أكبر لا يقوى أن يبين ويظهر من الذي منعه أو الذي يحوك دون أن يقدم شيء، ومن الضغوط التي يتعرض لها. إذا الفساد هنا والضعف هنا مركب. هذا ما قالته أو أعلنت عنه رابطة الشفافية التي قالت أن على وزير الصحة المستقيل الكشف عن التركة الثقيلة للإدارة السابقة للوزارة في ظل تغول الفساد في الوزارة. هل يستطيع الوزير الكشف عن فساد دولة الميليشيات العميقة؟ بالتأكيد لا يستطيع، لا هو يستطيع ولا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان ولا أي سلطة من السلطات الثلاثة التي تدعي مسؤوليتها في العراق. لأن الحاكم الآمر والناهي أن تلك الميليشيات وتلك الجماعات المسلحة وتلك المافيات التي تعمل بالظلم والتي حكومة عميقة داخل حكومة عميقة، وبالتالي المسألة تبقى هكذا في رأينا ولا يتم تصحيح حالها ولا يتم استبداله بشخص جيء كفو. نعم. لأن الأمر هو كما هو من سيء إلى أسوأ. نعم. بعض النواب نظروا لاستقالة وزير الصحة على أنها انعكاس لضعف وفشل الحكومة. لن أسألك إلى أي مدى توافق على هذه الرؤية، ولكن إلى أي مدى يمكن تعليق كل ما يجري على شماعة الفشل الحكومي؟ ليس فقط الفشل الحكومي بل على العملية السياسية الخاطئة برمتها. الفساد والفشل لا يشكل فقط الحكومة، البرلمان ذاته هو فاشل قبل أن يقوم بمهامه، الجهات القضائية، القوى القضائية غير قادرة أن تقوم بمهامها، كل الجهات هي فاشلة، وبالتالي لا يمكن نحصر مضاهي الحكومة. نعم الحكومة فاشلة، الحكومة فاشلة، الحكومة حافظة طائفية وهي تكملة للأخطاء السابقة، ولكن لا أحد يستطيع أن يقدر أن يغير شيئا. ولا حبس ذلك الذي يدعي أن الحكومة فقط هي الفاشلة، الأول فاشلة، الجميع هم بدون استثناء العملية السياسية الفساد بها قد استشرى. نعم. لجنة النزاهة النيابية تقول أن مافيات الفساد تتربع على عرش وزارة الصحة. لماذا لا تتحرك الحكومة لوقف هذا النزيف في الموارد الناتج عن هذه المافيات، ولماذا لا يشار لهذه المافيات بالأسماء؟ حقيقة لأن هذه المافيات هي أساسا هي جزء من العملية السياسية، وهي تعود إلى الكتل السياسية الكبرى، وكما يقول أو سبق وأن قال مالكي الذي هو عنوان الفساد في العراق، أن لكل شخص ملف لديه، بالمقابل أيضا لكل فاسد ملف عند الفاسد الآخر، وبالتالي الفساد كونه أصبح بهذا الحجم ومتقاطع وله أرشيف وله أدوات الفاعلة أصبح عملية المحاسبة صعبة، حتى لأن الذي يحاسب ستظهر عليه الفساد أيضا بالمقابل، وبالتالي لا يستطيع أن يقوى الفساد. الفساد يراد له أناس أحرار من السيطرة باستثناء سطرة القانون، يراد له أناس ذو مبادئ حقيقية، وهذه غائبة تماما عن أي مسؤولية في الجانب العراقي، وبالتالي لا أتوقع أنه ممكن يصار إلى عملية محاسبة في ظل العملية السياسية القائمة نهائيا. تقارير الحكومية تقول أن ما خصص لقطاع الصحة لا يكفي لسد احتياجات العراق من الأدوية، كيف يؤثر ذلك على المواطن العراقي؟ بالتأكيد الأدوية أبسط أنواع الأدوية. أنا شخصيا قبل يومين كنت في المستوصف
صدقني يذوب مجرد باراسيتول ما كان عندهم الكميه الكافيه لمرضى امامي رايتهم. بالنسبه لي انا اعطوني دواء كامله خارج نطاق المستشفى، باراسيتول بالمستشفى غير موجوده. هذا النقص موجود في كل مؤسسات الدوله، ان كان نقص في الصحه بهذا الحجم فنقص في وزاره الصناعه، نقص في الكهرباء، نقص في المياه الصحيه، نقص في المواد الغذائيه. الحكومه تعاني من هذا الفساد الكم الكبير المتداخل، وبالتالي المواطن نعم يعاني من نقص المواد الطبيه، والمواد الطبيه تهرب وتهرب امام مرء المسؤولين، ولا يقول المسؤول ان يجابه الفاسد كما شاهدنا بوزير الصحه. اذا نحن نعود ونعود الى راس المشكله، هو ان العمليه برمت فيها فاسده، وبالتالي نتجت الفساد، والفساد الذي بدا يستعصي حتى على القانون ان يحارب. اذا نعم المعاناه كبيره، والمعاناه متشعبه للمواطن العراقي، وتنعكس بالتاكيد سلبيا لاحقا تمر الزمن على مدى بقاء الشعب العراقي بهذه الحاله، هو يعاني ولا يتحرك. اتوقع ان المعاناه ستجعل منه حراك. هل ينسحب ذلك الفساد على الكتل البرلمانيه المنخرطه فيه؟ كما قال النائب في من قبل النائب خالد الجشعمي، الفساد يقرأ من قبل الجهات المتلفظة المسلطة من شكلين. عندما يحرم من امتياز مضاعف اغتصبه فوق القانون يتوقع أن ذلك فسادا، ولكن حقيقة الأمر الفساد الذي نعنيه بإعاقة عمل الشخص لأجل الوطن أو إعاقة عمل إنتن بشيء معين، لا، الجهات الحكوميه لا تعاني هذا الشيء، لانها قادره ان تنفذ اشياء التي تخصها بشكل دقيق وبشكل واسع. ولعلنا راينا كثيرا التشريعات تصدر اتباعا وسريعا من السلطات التشريعيه طالما تخص المتنفذين بالدوله، وحتى عمليه تعيين المسؤولين الوقت الاخير استفنى رئيس الوزراء صلاحيه او الابقاء على بعض المسؤولين حصرها في شخصه. اذا الفساد الفساد يقرا عند المتنفذين بمعنى اخر، ليس كما يقرا المواطن العادي. شكرا لك استاذ العلوم السياسيه من بغداد قحطان الخفاجي.